في مشاريع الإسكان، واليوم راح نفرجكم مجمع في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا اسم المشروع نسمة ريزيدنتال ان ذا إمارات اوف الشارقة يو اي اي. عدد السكان اللي الواجب انهم ياخذون قطع بيوت هنا هي 3840 نسمة، والوحدات هي 800 وحدة، والمساحة 53 هكتار. المصمم هو بسمة جروب أركيتكت، وهي من المجاميع المعمارية المتميزة. طبعا موقع المشروع هنا باللون الأحمر يقع في الشارقة، على يعني ركن من تقاطعات شارعين مهمين في دولة الشارجة، والفئة المستهدفة هي سكان من القطاع في أحد قطاعات دولة الإمارات. طبعا هنا هو المخطط الرئيسي لهذا المشروع. طبعا نلاحظ أنه المصمم حاول أن يدخل العمارة الخضراء في داخل هذا المجمع، وبعدة إذا تشوفون أرقام الكي وورد مالته، حيث رقم 1 يشير إلى حدائق عامة، 2 يشير إلى مركز التسوق، هذا الرقم 1، هذا رقم 1، ورقم 2 هي مركز التسوق، رقم 3 هو المسجد، هذا هو المسجد على الركن صاير، و4 هي مدرسة ابتدائية، 5 هي ملاعب، 5 هي ملاعب. طبعا مركز التسوق صاير بالركن الأسفل، الملاعب رقم 5 اللي هي فوق بالوسط، و6 هي مضمار جري، هنا موجود بالأول أول مربع بعد مجموعة الوحدات السكنية، هو مضمار الجري مبين، و7 هو مضمار للدراجات، 8 مناطق شواء موجودة بالوسط، و9 هي حضانة، و10 هي مركز لياقة، و11 عبارة طبية عيادة طبية، و12 هي مطاعم موجودة على القطاع الأول، ومحال تجارية 13، و14 هو المسبح. نلاحظ نفس الموقع وزع عليه الشوارع الرئيسية باللون الماروني، نسميها الكولكتيف أو المين ستريت، بعدين الكولكتيف تجي بالبرتقالي باللون البرتقالي، وهي اللي تجمع بين الرئيسية والمحلية، والأصفر هو الشوارع اللوكال، والأخضر هي المحلية الثانوية، وأزرق هو حدود الموقع. نلاحظ هذه هي المجمع من جوجل إيرث، ونلاحظ باللون الأحمر هي المداخل للسيارات إلى داخل المجمع، حيث أنه أكو مدخل رئيسي للمجمع الفوق الأيسر، ومدخلين اثنين للخدمات اللي يضم المطاعم ومضمار الجري ومضمار الدراجات بالفوق الحمر الفوق، من اليمين الأسفل هي المجمع الثاني، ومن الأسفل هو مدخل العمارات السفلية. نلاحظ أنه الموقع بمواقف سيارات، هاي المواقف السيارات تحدد كل مجموعة من العمارات بما يلائمها من مواقف السيارات لوضع العائلة سياراتهم ثم التوجه إلى الشقق الخاصة بها.
نلاحظ أنواع الوحدات السكنية باللون الوردي، هي منازل متلاصقة نوع واحد بها 2 غرف نوم. الخضراء هي منازل متلاصقة نوع 2 بها 3 غرف نوم. والبنفسجية منازل متلاصقة نوع 3 حاوية على 3 غرف نوم. بينما الرصاصية هي فيلل شبه مستقلة نوع 1 4 غرف نوم. والسمائي الفاتح فيلل شبه مستقلة نوع 2 بها 4 غرف نوم. والزرقاء الفاتحة فيلل مستقلة نوع 1 4 غرف نوم. أما الوردي الغامق هي فيلل مستقلة نوع 2 بها 4 غرف نوم. والسماء الفاتح هي فيلل مستقلة 5 غرف نوم. فنلاحظ هسه نجي للتفاصيل بكل نوع من الأنواع ونشرحها بالتفصيل. نلاحظ هذا هو مقطع يعني منظور إلى الوحدات السكنية، حيث نلاحظ التنوع في أشكال الفلل والوحدات الملاصقة للدور. نجي على النوع اللي بها 2 بيدروم، تاون هاوس سموها، وتكون من النوع المتلاصق. نشوف الواجهة اللي جوه، تكون يعني مثل الميرر، لأن نشوف الجراجات تكون متباعدة من هالجهة وهاي الجهة. فإذا الجراوند فلور ب80 متر مربع، الفيرست فلور ب60 متر مربع، والتوتال المساحة المبنية هي 140 متر مربع. نلاحظ الجراوند فلور بجراج، بمطبخ، بجلوس، بغرفة طعام، بخدمات المطبخ، خدمات دبليو سي، وغرف النوم 2 بيدروم فوق بالطابق الفوق. نجي على النوع الثاني اللي هي مساحة المبنية 183 متر مربع، نفس الواجهة. نلاحظ انه مو ميرر، صارت متلاصقة من الجهتين، حيث انه جراجين لسيارتين بالجراوند فلور زائد استقبال زائد غرفة طعام معيشة وخدمات المطبخ، خدمات الدبليو سي، وفوق موجودة غرفتين رئيسية ووحدة للأطفال. فإذا 183 متر مربع. نجي على الديتاشد فيلا، يعني اللي هي الفيلل المتلاصقة من جهة واحدة، مساحة البناء 244، الجراوند فلور 137 متر مربع، والفيس فلور 107 متر مربع، بها 4 غرف نوم بالطابق الفوق، بها 3 حمامات، وبها صالة كبيرة للضيوف. وشوف الواجهة تختلف عن واجهات البيوت المتلاصقة السابقة. أما الماجليست فيلا اللي هي مستقلة، هاي الفيلا من كل الجهات ما مترابطة مع الجار، مساحة البناء 289 متر مربع، الجراوند فلور 144 متر مربع، والفيرست فلور 145. غرفة رئيسية فوق وغرفتين للأطفال زائد الصالة ويا الخدمات، وجراج يستوعب لسيارتين مع صالة طعام وصالة استقبال ضيوف، والدرج أيضا بالجراوند فلور. نجي على الفيلا النوعية الثانية اللي هي 323 متر مربع، حيث أنه الجراوند فلور 172 متر مربع، والفيرست فلور 151 متر مربع، طبعا مستقلة من كل الجهات، بها جراج سيارتين، بها صالة مفتوحة على الطعام، بها مطبخ ومخزن للمطبخ حار وبارد زائد صالة ضيوف وغرف النوم أيضا فوق، ماكو غرفة نوم بالجراوند فلور. نجي على ال5 بيدروم سيجنيتشر فيلا، هاي تكون بمساحة كلية 403 متر مربع، الجراوند فلور بلان 216 متر مربع، والفيرست فلور 187. نلاحظ الواجهة مالتها بسيطة، بها بلكون فوق، وبها 5 بيدروم مستقلين بالطابق الفوق زائد الخدمات مالتها.
إذن الواجهات اعتمدوا الواجهات البسيطة في تشكيل هذا المجمع السكني والعناصر المكونة إلها باستخدام نوافذ كبيرة بالواجهات لإدخال كميات كبيرة من الإضاءة الطبيعية، واستخدموا اللون الأبيض في إنهاء الجدران الخارجية، الإكساء بالبورسلين بأشكال مختلفة ومتقاربة من بعضها من ناحية الألوان والأشكال، واستعمال الخشب في مظللات الدراجات. نلاحظ أنه أكو مجمع آخر بنفس الكيفية في مصر، يقع في مصر مدينة الشروق على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوية. أنواع الوحدات شقق وفيلات، تاون هاوس ودوبليكس وتوين هاوس. مساحة الوحدات الشقق تبدي بمساحات تبدأ من 90 متر مربع حتى 190 متر مربع، أما الفيلات والتاون هاوس مساحات تبدأ من 160 متر مربع وحتى 300 متر مربع. اسم المطور العقاري شركة كابيتال جروب بروبرتيز. طبعا هذا المجمع يعني يشبه المجمع اللي تناولناه سابقا، مع إدخال العناصر الخضراء والبحيرات الاصطناعية داخل هذا المجمع. نلاحظ أنه الكومبوند بروج هو واحد من أهم المشاريع السكنية اللي أطلقتها شركة كابيتال جروب بروبرتيز الإماراتية، حيث يقع في مدينة الشروق على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. هو قريب من مطار القاهرة الدولي والعاصمة الإدارية الجديدة، ويفصله عن التجمع الخامس ربع ساعة فقط. هذا المجمع يجمع كل مميزات مدينة القاهرة الحيوية، ولكن في الوقت ذاته عالج نقاط ضعفها كالضوضاء والازدحام، فبهدوء وبمراكز ثقافية واجتماعية، بمركز ساقية الصاوي الثقافية والقرية الذكية والأوركيد بارك. هو مشروع متكامل الخدمات يتميز بالعديد من المساحات المختلفة. هذه منظر للعمارات السكنية ذات الشقق في الكامبولد. فإذا هسه نشوف الموقع الاستراتيجي اللي يقع في مدينة الشروق بالقاهرة. تقع المدينة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي على نفس خط المستقيل ومستقبل، كما يتميز أيضا بوجوده بين الطريق الدائري الإقليمي والمركز الطبي العالمي. يبعد عن الدائرة الإدارية أو العاصمة الإدارية الجديدة 10 دقائق فقط، عن مطار القاهرة يبعد 15 دقيقة، أما القاهرة الجديدة فيبعد عنها ب20 دقيقة. يمكن الوصول بسهولة إلى المجمع بسبب قربه من الطريق والمحاور الحيوية، منها طريق القاهرة الإسماعيلية. خلي نشوف هسه التفاصيل مالته. يضم البروج الشروق العديد من الخدمات المهمة، بقرية ذكية بها ساقية الصاوي عبارة عن نادي ومركز ثقافي كبير، بمدارس عالمية كانديس، وبمركز كابيتال هيلث الطبي للخدمات الصحية، أمن وحراسة، مسطحات مائية وصناعية، ومطاعم وكافيهات، مساحات مخصصة للأطفال، وقاعات احتفالات، ومصاعد مستوردة عالمية، ونادي رياضي، وجامع. مساحة الوحدات في الكومبوند بروج الشروق هو احتواء على الشقق والفيلات، وقامت ببناء وحدات سكنية على 17% فقط من مساحة المشروع، والبقية سووها مناطق خضراء. مساحة الشقق من 90 إلى 190. لاحظوا التاون هاوسز شلون موقعيها وشلون الدوبليكس موقعيها. الدوبليكس مثل ما تعرفون هو مخطط يكون معكوس من الجهة اليمين عن اليسار. فإذا مميزات الوحدات السكنية بها تصاميمها المعمارية المميز المقتبس من أحدث الطرازات العالمية للتصميم المعماري، مساحاتها متنوعة، الخلفيات البانورامية، يعني دائما أكو مناطق خضراء تحيط الوحدات السكنية. لاحظوا المخطط الأبارتمنت بلان بالنسبة للشقة باليمين، وبالنسبة لبيوت التاون هاوس أبارتمنت بلان فالشي بسيط، يحتوي على صالة استقبال ومطبخ وصالة طعام بالطابق الأرضي، وفوق خلاها
الغرف النوم، وبيه سطح أيضا لمناطق الجلوس فيه. نلاحظ أنه الزونات 1 و2 و3 و4 هي للشقق، بينما 5 و6 للدوبليكس، والتاون هاوسز 7 و8 و9 و10 و11، التاون فيلا 12 و13 و14، وألون فيلا مستقلة 15 و16 و17، والنقاط مبينة على المخطط الجانبي. لاحظ هاي لقطات متعددة من هذا المشروع في القاهرة. نأمل من هذا العرض أنه وفقنا في تقديم أنواع من الوحدات السكنية. شكرا، وإلى لقاء آخر.